أعلن رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي تأييده لحكومة أقطاب ورفضه لحكومة حيادية أو تكنوقراط، مؤكدا أن كل ذلك يمكن بحثه في الحوار. فرنجي وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي اعتبر أن المشكلة ليست في الحوار بل فيما يرفض مبدأ الحوار. نحن إذا كل واحد بده يتهم الثاني أو يشكك بالثاني أو يخون الثاني ويرفض مبدأ الحوار مع الآخر، معناتها يعني بتصور نحن بمأزق أو بمشكلة. أما إذا مبدأ الحوار قبلنا واختلفنا على شكله، بتصور هذا أفضل من نكون مختلفين على المبدأ. سيدنا البطرك بيجمعنا معه، بيحكي باسمنا معه، بلا ما يستشيرنا حتى معه. نحن عم بقول لك نحن اليوم مع كركي قلبا وقالبا. لازم يكون قانون انتخابات متفقين عليه كل اللبنانيه، يعني اذا اليوم قانون انتخابات مرفوض من فئه ومقبول من فئه، لازم نفتش على قانون يتفقوا عليه الكل. اما اليوم نجي نقول هذا يعني هذا بيطرح قانون، هذا بيطرح قانون، يا هيدا يا هيدا، لا. نحن وبكركي واضحه قانون 60 مرفوض، هذا اللي سمعناه من سيدنا البطرك. نحن بنقول الدائره النسبيه بتعطي كل واحد حجمه وبتخفف نفوذ المال بهذا الموضوع.